الحقيقة الأكاديمية الوطنية للتدريب زي ما تالي كلنا عارفين هي صدرت بقرار رئاسي أو بقرار رئيس جمهورية في أغسطس 2017. هي كانت نتاج لحركة أو لموف أو لمبادرة اتخذها السيد رئيس الجمهورية في 2016 لما في البداية أعلن العام كعام للشباب، وابتدى يبقى فيه تطبيقات للإعلان ده. البرنامج كانت مدته سنة، وابتدى يبقى فيه منتجات مختلفة. المنتجات المختلفة دي كان إن إحنا صدقنا إن إحنا متخذين قرار مع متخذي القرار، وإحنا صدقنا إن الدولة شايفانا وحط عينها علينا واختارنا بعناية، والاختيار ده كان محايد تماما من أي وساطة أو أي معرفة، بدليل إن اسألوا أي حد برنامج الرئاسي لو ليه أي قريب أو أي واسطة في الاختيار. والتمثيل كان ليه معايير تانية خالص، التمثيل كان ليه معايير تمثيل جميع المحافظات في مصر، تمثيل عادل، تمثيل عادل ما بين الإناث والذكور، فوصل من 29% في أول دفعة لأكتر من 54% في ثالث دفعة للبرنامج الرئاسي، تمثيل لذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم عنصر من عناصر التنمية والمنظومة بتاعت الشباب، فكان هي دي المعايير. بلس طبعا الأداء الشخصي للشاب أو الشابة في الانترفيو اللي اتعمل، في الابليكيشن اللي ملاها، في إبداء أسبابه هو ليه عايز يلتحق بالبرنامج وشايف هو ليه مهم إن هو يلتحق بالبرنامج ده وما إلى خلافه. لما ابتدينا ندي ثقة كدولة للشباب، ابتدوا الشباب يقولوا إحنا محتاجين نرجع نكلم أهلنا اللي في محافظاتنا، ومن هنا جت فكرة المؤتمر الوطني للشباب واسأل الرئيس. بعد أول مؤتمر شباب وطني اللي هو بس الشباب المصري في المحافظات، لقوا ان هم مسؤولين هم كشباب ان هم يكلموا العالم من منصه محايده مش موجهه سياسيا ولا ليها ايديولوجيه، غير حاجه واحده ان احنا كشباب محتاجين نكلم شباب العالم ونقول لهم ان مصر دوله قادره بابنائها وان احنا من هنا بنبني المستقبل. فطرحوا فكره منتدى شباب العالم في نسخته الاولى في 2017، والفكره لاقت قبول. والفخر في هذا ان التجهيزات كلها بتتم بشباب البرنامج الرئاسي كمنظمين وأصحاب فكرة.